بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، بدأنا الدرس السابق في كتاب بدء الخلق، والترجمة الأولى باب ما جاء في قول الله تعالى: والذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقفنا في تفسير الحديث الثاني، حديث عمران بن حصين، يقول الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عمرو بن حفص ابن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا أعمش قال حدثنا جامع ابن شداد عن صفوان ابن محرز أنه حدثه عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب، عقل ناقة يعني ربط الناقة بالباب، فأتاه ناس من بني تميم فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: قد بشرتنا فأعطنا مرتين. فيقولون النبي صلى الله عليه وسلم يعني إيه، يعني لم يعجبه يعني كلامهم، لأنهم رغبوا في الدنيا ولأنهم لم يقولوا قبلناها، أو أنه لم يجد يعني ما يعطيهم يعني من الإيمان الدنيا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أكرم الناس. قال: أقبل البشرى يا بني تميم، إن لم يقبلها قال: اقبل بشرى يا بني تميم. قالوا: قد بشرتنا فأعطنا مرتين. ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إن لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قد قبلنا يا رسول الله. قالوا: جئناك نسألك عن هذا الأمر. قال: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. فنادى مناد: ذهبت ناقتك، ذهبت ناقتك يا ابن حصين. قال: فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب، فوالله لوددت أني كنت تركتها. وقفنا عند قوله: قالوا جئنا نسألك، كذا الكشمهني ولغيره جئناك لنسألك، وزاد في التوحيد يعني في الصحيح: ونتفقه في الدين. وكذا هي في قصة نافع بن زيد التي أشرت إليها آنفا. قوله: عن هذا الأمر، أي الحاضر الموجود. والأمر يطلق ويراد به المأمور، ويراد به الشأن والحكم والحث على الفعل وغير ذلك. قوله: كان الله ولم يكن شيء غيره، في الرواية الأتية في التوحيد: ولم يكن شيء قبله، أنه هو الأول ليس قبله شيء. وفي رواية غير البخاري: ولم يكن شيء معه، فده يشير إلى أن خلق أن الله عز وجل كان ولم يكن شيء معه أو قبله، ثم خلق الماء، ثم خلق العرش كما سنبين إن شاء الله تعالى. يقول: القصة متحدة، فاقتضى ذلك أن الرواية وقعت بالمعنى، ولعل راويها أخذها من قوله صلى الله عليه وسلم في دعاء في صلاة الليل كما تقدم، من حيث ابن عباس: أنت الأول فليس قبلك شيء. لكن رواية الباب أصرح في العدم، يعني في روايات أخرى ليست صريحة في عدم وجود أشياء يعني مع الله عز وجل في بداية الأمر، في دلالة أنه لم يكن شيء غيره، لا الماء ولا العرش ولا غيرهما، لأن ذلك غير الله تعالى، لكن شيء غيره أو لم يكن شيء معه. ويكون قوله: كان عرشه على الماء، معناه أنه خلق الماء سابقا ثم خلق العرش على الماء، أو أن يكون الماء أول شيء خلق ثم خلق العرش عن الماء ثم خلق القلم. وقد وقع في قصة نافع ابن زيد الحميري بلفظ: وكان عرشه على الماء ثم خلق القلم، يدل على أن خلق العرش سابق لخلق القلم. فقال: اكتب ما هو كائن، ثم خلق السماوات والأرض وما فيهن، فصرح بترتيب المخلوقات بعد الماء والعرش. قول: وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض، يقول: كذا جاءت هذه الأمور الثلاثة معطوفة بالواو. وقع في الرواية التي في التوحيد: ثم خلق السماوات والأرض،
ولم يقع بلفظ ثم إلا في ذكر خلق السماوات والأرض، يعني ثم تفيد الترتيب والتراخي. وقد روى مسلم من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا أن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. وهذا حديث أيضا رواية من رواه ثم خلق السماوات والأرض باللفظ الدل على الترتيب. تنبيه وقع في بعض الكتب في هذا الحديث: كان الله ولا شيء معه والآن على ما كان عليه، ويزيد ليست في شيء من كتب الحديث. نبه ذلك العلامة تقي الدين ابن تيمية، وهو مسلم في قوله وهو الآن إلى آخره. وأما لفظه ولا شيء معه في رواية الباب بلفظ ولا شيء غيره بمعناها، وقع في ترجمة نافع بن زيد الحميري المذكور: كان الله لا شيء غيره بغير واو. قول وكان عرشه على الماء، قال طيبي هو فصل مستقل، لأن القديم لم من لم يسبقه شيء ولم يعرضه في الأولية، لكن أشار بقوله وكان عرشه على الماء إلى أن الماء والعرش كان مبدأ هذا العالم لكونهما خلقا قبل خلق السماوات والأرض، ولم يكن تحت العرش إذ ذاك إلا الماء. ومحصل الحديث أن مطلق يعني قوله وكان عرشه على الماء مقيد بقوله ولم يكن شيء غيره، والمراد بكان في الأول الأزلية وفي الثاني الحدوث بعد العدم، إن كان الله يعني في الأزل ولم يكن شيء معه أو غيره. ثم يقول الثانية تفيد الحدوث يعني، وفي الثانية الحدوث يعني بعد العدم، أن العرش الماء لم يكن موجودا ثم وجد، وكذلك العرش. وقد روى أحمد والترمذي وصححه من حيث أبي رزين العقيلي مرفوعا أن الله خلق أن الماء خلق قبل العرش. وروى السدي في تفسيره بأسانيد متعددة أن الله لم يخلق شيئا مما خلق قبل الماء. وأما ما رواه أحمد والترمذي وصححه من حيث عبادة بن الصامت مرفوعا: أول ما خلق الله القلم ثم قال اكتب، فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة، فيجمع بينه وبين ما قبله بأن أولية القلم بالنسبة إلى ما عدا الماء والعرش، يعني قبل خلق السماوات والأرض وقبل خلق الخلق، أو بالنسبة إلى ما منه صدر من الكتابة. أول ما خلق قال اكتب، أي أنه قيل له اكتب أول ما خلق. وأما حديث أول ما خلق الله العقل فليس له طريق ثبت، فده ضعيف يعني. فالصحيح أن الماء أولا ثم العرش ثم القلم، وجرى القلم بما هو كائن يعني قبل أن يخلق السماوات والأرض، طبعا خلق السماوات والأرض قبل خلق البشر. وعلى تقدير ثبوته فهذا التقدير الأخير هو تأويله والله أعلم. حكى أبو العلاء الهمداني أن العلماء قولين في أيهما خلق أولا العرش أو القلم، قال والأكثر على سبق خلق العرش، واختار ابن جرير ومن تبعه الثاني. وروى ابن أبي حازم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال خلق الله اللوحة المحفوظة مسيرة 500 عام، فقال للقلم قبل أن يخلق الخلق وهو على العرش اكتب، فقال ما أكتب؟ قال علمي في خلقي إلى يوم القيامة. ذكره في تفسير سورة سبحان اللي هي الإسراء، وليس فيه سبق خلق القلم على العرش بل فيه سبق العرش. وأخرج البيهقي في الأسماء والصفات من طريق الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال يا ربي وما أكتب؟ قال اكتب القدر، فجرى بما هو كائن من ذلك اليوم إلى يوم القيامة. وأخرج سعيد المنصور عن أبي عوانة عن أبي بشر عن مجاهد قال بدء الخلق العرش والماء والهواء، وخلقت الأرض من الماء، والجمع بين هذه الأثار واضح. قوله وكتب أي قدر في الذكر أي في محل الذكر أي في اللوح المحفوظ كل شيء أي من الكائنات. يقول في الحديث جواب السؤال عن مبدأ الأشياء والبحث عن ذلك، وجواز جواب العالم بما يستحضره من ذلك، وعليه الكف إن خشي على السائل ما يدخل على معتقده. لو كتمان العلم المصلحة يعني، إن قال العقل لا يحتمل مثلا يجوز أن يسكت. وفيه أن جنس الزمان ونوعه حادث، وأن الله أوجد هذه المخلوقات بعد أن لم تكن، لا عن عجز
عن ذلك بل مع القدرة. واستنبط بعضهم من سؤال الأشعريين عن هذه القصة أن الكلام في أصول الدين وحدوث العلم مستمر في ذريتهم، حتى ظهر ذلك منهم في أبي الحسن الأشعري، أشار إلى ذلك ابن عساكر. يعني هو لعله أراد أن يمدح أبو الحسن العسكري الأشعري بذلك. وأبو الحسن الأشعري المعروف صاحب مذهب الأشعري، ولكنه رجع عن ذلك إلى يعني مذهب السنة، وكان معتزليا ثم ألف المذهب الأشعري، حاول أن يجد يعني مذهب وسط بين أهل السنة وبين المعتزلة، ثم هو المذهب الأشعري، وكان عليه عامة الناس في وقت من الأوقات، ثم ترك ذلك إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل مذهب أهل السنة والجماعة. قوله: فنادى مناد في الرواية الأخرى: فجاء رجل فقال يا عمران، ولم أقف على اسمه في شيء من الروايات. قوله: ذهبت ناقتك يا ابن الحصين، أي انفلتت، وقع في الرواية الأولى: فجاء رجل فقال يا عمران راحلتك، أي أدرك راحلتك، فهو بالنصب، أي ذهبت راحلتك، فهو بالرفع، ويؤيده الرواية الأخرى: ولم أقف على اسم هذا الرجل. وقوله: تفلتت بالفاء، أي شردت. قوله: فإذا هي يقطع أو يقطع بفتح أوله دونها السحاب، أو يقطع دون السحاب بالضم، أو يحول بيني وبين رؤيتها دونها السراب، يعني السراب اللي هو الإيه يعني في الصحراء، إنسان ما بينظر ممكن يجد يعني يظن هناك ماء، ولكن في الواقع بيبقى منخفض كده في الصحراء، في الرمل بيظهر ان هناك ماء، فاذا اتاه لم يجده شيء. والسراب معروف ما يرى نهارا في الفلاة كانه ماء. قوله: فوالله لوددت اني كنت تركتها، في التوحيد انها ذهبت ولم اقم، يعني لعله لما راها شردت وذهبت بعيدا وليس عنده امل يعني في الحصول عليها، تمنى انه لو كان تركها، أنها ذابت ولم أقم، يعني لأنه قام قبل أن يكمل النبي صلى الله عليه وسلم حديثه في ظنه، فتأسف على ما فاته من ذاك وفيما كان عليه من الحرص على تحصيل العلم. وقد كنت كثير التطلب لتحصيل ما ظن عمران أنه فاته من هذه القصة، إلى أن وقفت على قصة نافع بن زيد الحميري، فخاف في ظني أنه لم يفته شيء من هذه القصة بخصوصها، لخلو قصة نافع بن زيد عن قدر زائد على حديث عمران، إلا أن في آخره بعد قوله: وما فيهن، واستوى على عرشه عز وجل. الحديث الثاني: حديث عمر قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازله. الحديث يقول: وروى عيسى عن رقبة كذا الأكثر، وسقط منه الرجل، فقال ابن الفلكي: ينبغي أن يكون بين عيسى ورقبة أبو حمزة، وبذلك جزم أبو مسعود. وقال الطرقي: سقط أبو حمزة من كتاب الفربري، وثبت في رواية حماد بن شاكر فعنده عن البخاري: روى عيسى عن أبي حمزة عن رقبة قال، وكذا قال ابن رميح عن الفربري. قلت: وبذلك جزم أبو نعيم في المستخرج، وهو يروي الصحيح عن الجرجاني عن الفربري، في الاختلاف حينئذ عن الفربري. ثم رأيته أسقط أيضا في رواية النسفي، دي روايات للبخاري، لكن جعل بين عيسى ورقبة ضبة، ويغلب على ظن أن أبا حمزة ألحق في رواية الجرجاني، وقد وصفوه بقلة الإتقان. وعيسى المذكور هو ابن موسى البخاري، ولقبه غنجار بمعجمة بغين يعني، ثم نون ساكنة ثم جيم، وليس له في البخاري إلا هذا الموضع. وقد وصل الحديث المذكور من طريق عيسى المذكور عن أبي حمزة ومحمد بن ميمون السكري عن رقبة الطبراني في مسند رقبة المذكور، وهو فتح الراء والقاف والموحدة الخفيفة ابن مسقلة بفتح الميم وسكون الصاد المهملة، وقد تبدل سينا بالسين يعني بعدها قاف، مسقلة بالصاد أو بالسين، ولم ينفرد به عيسى، فقد أخرجه أبو نعيم من طريق علي بن الحسن ابن شقيق عن أبي حمزة نحوه، لكن بإسناد ضعيف. قوله: حتى دخل أهل الجنة، هي غاية قوله أخبرنا، أي أخبرنا عن مبتدأ الخلق شيئا بعد شيء، إلى أن انتهى الأخبار عن حال الاستقرار.
في الجنة والنار، ووضع الماضي موضع المضارع مبالغة للتحقق، كما قال أتى أمر الله فلا تستعجلوا، المستفاد من خبر الصادق. وكان السياق يقتضي أن يقول حتى يدخل، ودل ذلك على أنه أخبر في المجلس الواحد بجميع أحوال المخلوقات منذ ابتدأت إلى أن تفنى إلى أن تبعث، فشمل ذلك الإخبار عن مبدأ المعاش والمعاد، وفي تيسير إيراد ذلك كله في مجلس واحد من خوارق العادة أمر عظيم، ويقرب ذلك مع كونه مع كون معجزات لا مرية في كثرتها، أنه صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، أنه يعبر عن معاني كثيرة جدا كلمات قليلة، زي قول صلى الله عليه وسلم قل أمنت بالله ثم استقم، عشان تفسر الاستقامة والإيمان تحتاج مجلدا. ومثل هذا من جهة أخرى ما رواه الترمذي من حيث عبد الله بن عمرو بن العاص قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده كتابان، فقال للذي في يده اليمنى هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا، ثم قال الذي في شماله مثله في أهل النار، وقال في آخر حديث فقال بيديه فنبذهما، ثم قال فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير، وإسناده حسن، وجه الشبه بينهما أن الأول قد تيسر، أن الأول فيه تيسير القول الكثير في الزمن القليل، وهذا فيه تيسير الجرم الواسع في الظرف، الجرم هو الحجم يعني في الظرف الضيق، وظاهر قوله فنبذهما بعد قوله وفي يدي كتابان أنهما كانا مرئيين يعني لهم، والله أعلم. ولحديث الباب شاهد من حديث حذيفة سيأتي في كتاب القدر إن شاء الله تعالى، ومن حديث أبي زيد الأنصاري أخرجه أحمد ومسلم قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، ثم نزل فصلى بنا الظهر ثم صعد المنبر فخطبنا، معنى خطبنا يعني أعطى درسا يعني، ثم صلى العصر كذلك حتى غربت الشمس فحدثنا بما كان وما هو كائن، يعني من الصبح لحد المغرب يصلي ويكمل الحديث، وما هو كائن فأعلمنا أحفظنا، الذي حفظ ذلك فصار أعلم الصحابة. وأخرجه من حديث أبي سعيد مختصرا ومطولا، وأخرجه الترمذي من حديثه مطولا، وترجم له باب ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم مما هو كائن إلى يوم القيامة، ثم ساقه بلفظ صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صلاة العصر ثم قام يحدثنا فلم يدع شيئا يكون إلى قيام الساعة إلا أخبرنا به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، ثم ساق الحديث وقال حسن. وفي الباب عن حذيفة وأبي زيد بن أخطب وأبي مريم والمغيرة بن شعبة انتهى، ولم يقع له حديث عمر حديث الباب وهو على شرطه. وأفاد حديث أبي زيد بيان مقام مذكور زمانا ومكانا في حديث عمر رضي الله عنه، وأنه كان على المنبر من أول النهار إلى أن غابت الشمس، والله أعلم. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على محمد.